بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة لمساق الإعلام والسياسة. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن بعض المفاهيم الخاصة بالسياسة والإعلام وعلاقتها بالإعلام. تكلمنا عن المشاركة السياسية، وأن المشاركة السياسية ممكن تكون مشاركة مباشرة من خلال المشاركة في الانتخابات أو الترشح في الانتخابات أو لا المشاركة في الاعتصامات والاضرابات وهكذا. ممكن قلنا برضو في مشاركة غير سياسية غير مباشرة، مثل المعرفة بهموم وقضايا المجتمع ولكن عدم المشاركة الفعلية في هذه القضايا، وبالتالي يكون دورك سلبي في هذه. وتكلمنا برضو عن التسويق السياسي، وقلنا ان التسويق السياسي يختلف عن الاعلان السياسي في انه اشمل ويحتوي ويبحث ويدرس في احتياجات ورغبات الجمهور من البداية، لذلك فهو اشمل وعام من الاعلان السياسي الذي يبحث فقط الى ترويج فكرة معينة لفترة محددة. تمام، لكن التسويق السياسي بيستمر لما بعد ترويج للفكرة أو المنتج من خلال المحافظة على هذه العلاقة مع المرشحين. فبالتالي في علاقة بنحاول دائما نحافظ عليها في التسويق السياسي ما بين المرشح أو الحزب السياسي وما بين الجمهور، وذلك من خلال التواصل معهم من خلال وسائل الإعلام. وقلنا إنه في مراحل بمر في عملية التسويق السياسي. أول شيء تقييم الموقف العام، وتكلمنا إنه في الموقف العام تعرف إيش إمكانيات المؤسسة أو الحزب أو المرشح، إيش الظروف اللي بحط فيها، كيف علاقتك مع وسائل الإعلام، كيف علاقتك بالرأي العام. كل هذه برضو تكلمنا فيها، تحاول تدرسها وتبحث عنها. وتكلمنا برضو عن أهداف، تحديد أهداف المرشح أو الحزب الحاكم، وقلنا برضو أن الأهداف هذه يجب أن تكون مرتبطة بالنظام السياسي أو بالأهداف السياسية للحزب او للمرشح. وقلنا برضو هذه ممكن تكون لما تكونش متعارضة فيما بيننا، وقلنا ان برضو الاهداف هذه يجب ان تكون قابلة للقياس. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن المرحلة الاخرى من مراحل التسويق السياسي، واللي هي تحديد فئات الجماهير المستهدفة. تمام، هنتكلم ان شاء الله عن تحديد فئات الجماهير المستهدفة. كيف نحدد احنا الجماهير المستهدفة في التسويق السياسي؟ نجاح برامج التسويق السياسي يتوقف بالدرجة الأولى على التعرف الدقيق على فئات الجمهور المخاطب ومعرفة السمات الكلية والجزئية لهذا المجتمع، أي تلك التي تمثل التوجه العام والأيديولوجيا السياسية التي تتبناها الفئات المستهدفة، وتلك التي تتعلق بسمات الأفراد كأعضاء في جمهور معين، التعليم، الوضع الصحي، مستوى الدخل، مستوى الثقافة، القيم، العادات، التقاليد، كل هذا لها علاقة. نحدد فئات الجماهير المستهدفة لأنه هدفنا الأساسي أنت كمرشح سياسي وكحزب سياسي الوصول للجمهور. طيب الجمهور هذا عشان توصل له بدك تختار، بدك تعرف خصائصه عشان تقدر تختار له رسالة مناسبة. تمام، فأنت بدك تحدد إيش الخصائص اللي بتميز فيها، إمكانياته المادية، إمكانياته البشرية، إمكانياته العقلية، وضعه المادي، وضعه الاقتصادي، العادات، التقاليد، القيم، العلاقات مع المجتمعات، طبعه، ميوله، وهكذا. ويمكن أن نضع تصنيفا أساسيا لجمهور التسويق السياسي يأخذ في الاعتبار الفئات التالية: الناخبون اللي هم بحرص المرشح على صوت الناخبين. تمام، فبالتالي أنا بدي أعرف إيش خصائص الناخبين هذول، أعضاء البرلمان، زملائي في الأعضاء أو أعضاء البرلمان اللي لهم تأثير، اللي هم تأثير على الرأي العام، تأثير على الجمهور، الأحزاب السياسية سواء القوى والحركات السياسية المؤيدة والمعارضة، هذا من ضمن جمهورك، كيف تتواصل معهم، كيف تخلي العلاقة بينهم، كيف تتعامل معهم، كيف طبيعة العلاقة تكون، جمعيات المجتمع المدني اللي هو طبعا المؤسسات، الجمعيات، كل هذه لها تأثير كبير ولها تأثير في المجتمع، وبالتالي لها ممكن أصوات معينة، زي مثلا المؤسسات اللي بتخدم خصوصا في المجتمعات النامية، بنلاقي ان المجتمعات الجمعيات هذه موجودة بكثرة. الصحفيين، لازم تكون علاقتك مع الصحفيين ووسائل الإعلام علاقة جيدة، خاصة وسائل الإعلام العامة أو وسائل الإعلام
الخاصة المفروض إنها لأشخاص معينين وليس الخاصة للحزب أو للمرشح السياسي. إحنا قلنا في وسائل الإعلام ممكن نقسمها قسمين على حسب تعامل السياسيين معها، وسائل إعلام خاصة بالحزب أو بالمرشح أو بالمرشح السياسي، وفي وسائل إعلام عامة. هذه وسائل الإعلام الخاصة أنت لك القدرة على السيطرة على كل الكلام أو الرسالة الموجودة فيها، لكن أنت برضو بدك تحاول توجد علاقة جيدة مع وسائل الإعلام الأخرى. تمام؟ النقابات والاتحادات المهنية والعمالية، القوى الدينية، قادة الرأي الديني والفكر الديني، قادة الرأي ورموز العمل السياسي، السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية على حسب برضو طبيعة السياسة الموجودة في البلد. هذا بالنسبة لتحديد فئة الجمهور. النقطة الرابعة نتكلم فيها برضو تصميم الرسالة السياسية والرسائل السياسية. يجب أن يضع الكيان السياسي الرسالة أو الرسائل الإعلامية المراد تقديمها لفئة الجمهور حسب التصنيفات التي سيتم الاتفاق عليها. والرسالة الإعلامية لا تنفصل عن المنتج السياسي اللي بيقدمه المرشح، بل يجب أن تبنى بحيث تقدم المنتج وفق أعلى درجات البساطة والوضوح والمهنية والدقة والموضوعية اللي تناسب الجمهور. فالكذب أو التهويل والتهوين وغيرها من أساليب الدعاية التي يلفظها الجمهور الواعي لن تجد في عالم التسويق السياسي المعاصر. زي ما حكينا إنك أنت ممكن تخدع الجمهور، كل الجمهور بعض الوقت، ولكن ليس بمقدورك أن تخدع كل الجمهور كل الوقت. أنا ممكن أكذب على الجمهور وأصل لمرحلة أنجح في الانتخابات، أنجح في الترشح، أنجح في تمرير قرار معين، لكن بعد ذلك يعرف الجمهور أو المجتمع أو أصحاب الأصوات أو الناخبين إنه هذا كلام غير صحيح وغير صادق، وبالتالي هتسقط من القائمة. هذا طبعا في المجتمعات الديمقراطية اللي بتهتم بالرأي العام، لكن للأسف في المجتمعات الغير ديمقراطية يعني بس وصلني لسدة الحكم بعد هيك خلاص ما فيش انتخابات، كله هذا بصير شكل إن المشاركة السياسية أو شكل المشاركة للمجتمعات أو للأحزاب شكلية من ديكور، من وجود معارضة شكلية وليس وراء معارضة فعلية، وبالتالي ليس لدى المواطن بيكون صوت أو تأثير أو دور في صنع القرار السياسي. لكن على الأقل بتكون العلاقة غير جيدة، بتكون العلاقة ما بين الحزب الحاكم أو المرشح السياسي أو والجمهور علاقة سيئة أو علاقة مبتورة. تمام؟ فبالتالي أنا بدي أوصل رسالة تكون جيدة للجمهور، تكون العلاقة بالمنتج اللي بدي أقدمه للجمهور. تمام؟ حكاية الكذب والتضليل والتهويل والتهويل هذه كلها من الأساليب اللي بيكتشفها المواطن آجلا أم عاجلا. ما فيش إمكانية، ممكن تخدعه مرة لكن مش هتقدر تخدعه على طول. تمام؟ لكن للأسف في المجتمعات الغير ديمقراطية ليس لدى المواطن أي دور أو أي أهمية. وليس الكذب فقط هو الذي يعني أو التهويل أو التهوين هو فقط من أساليب الدعاية، برضه إخفاء المعلومات المتعمد للمعلومات لم يعد ممكنا في ظل يعني إخفاء المعلومات، برضه هذه برضه بتدخل في عملية التضليل الإعلامي. إنه من حق الجمهور إنه يعرف كل شيء عن القضايا اللي بتمسه أو الأمور أو الموضوعات اللي بتهمه، من حقه زي ما كفل القانون الدولي أو الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، إنه من حق الإنسان إنه يعرف المعلومات، إنه من حقه من الحصول على المعلومات. برضو إخفاء المعلومات هذا برضو أسلوب غير صحيح وغير سليم، برغم إنه ممكن في ظل ثورة التكنولوجيا المعلومات هذه موجودة عندنا، تكنولوجيا الاتصال، انه يتحصل على المعلومات وممكن يتحصل من جهات اخرى. فبالتالي الاولى انه احنا كحزب او كمرشح انه يحصل عليها من المصدر نفسه بالطريقة اللي بنعرضها له، افضل من انه يحصل على المعلومة هذه من مصادر اخرى ممكن تكون المصادر هذه مصادر مشبوهة. تمام؟ زي ممكن احنا في قضية معينة إذا تم اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام محلية
إذا كانت وسائل الإعلام المحلية عندها القدرة أن تلبي أو توصل رسالة كاملة للجمهور عن قضية معينة أو حدث معين، فبالتالي هذه بتكون كفيل إنه ما يعتمدش على وسائل إعلام أخرى. وسائل الإعلام الأخرى ممكن يكون لها أهداف أخرى غير نبيلة، غير ليست لا تصب في مصلحة الجمهور. ممكن تكون زي الدعاية أو الإعلام وسائل أو دول أو جهات مختلفة أو معارضة أو جهات معادية وهكذا. فبالتالي الحصول على المعلومة أصبح شيء أساسي، وليس من الإمكان في الوقت الحالي إخفاء المعلومة. فبالتالي من الأصل من الأفضل أنه يعتمد الجمهور على معلوماتك من مصدرك أنت وليس مصادر أخرى، حتى لا نصل لمرحلة أنه هذا المصدر الآخر أو الجهات المعادية تعطيك معلومات صحيح في ظاهرها أنها معلومات صحيحة وصادقة، لكن في صلبها تكون معلومات مغرضة لديها أهداف أخرى وتتبع سياسة دس السم في العسل. فبالتالي مطالبين احنا انه احنا يكون مصدر الرسالة الإعلامية واضح ومصدرنا احنا واضح مع الناخبين او مع الجمهور نحنا، عشان نقدر نوفر له المعلومة، لانه اذا ما وفرناش احنا له المعلومة هيبحث عنها على جهات اخرى، خاصة في ظل ثورة التكنولوجيا الإعلام والإعلام الجديد والإعلام التفاعلي وصحافة المواطن وهكذا. تمام. وبرضو احنا بنفرق ما بين الخطاب العقلاني والخطاب العاطفي، وقتيش نستخدم الأسلوب الخطاب الإعلامي، وقتيش نستخدم الإعلام العقلاني، وقتيش نستخدم الأسلوب الخطاب العاطفي. طيب النقطة الخامسة، تحديد المداخل والوسائل الإعلامية التقليدية والجديدة. إيش الوسائل اللي بنستخدمها إحنا عشان نوصل للناخبين، نوصل لصوت الجمهور، نوصل للجمهور؟ هل نستخدم الأساليب التقليدية ولا الأساليب الحديثة؟ هل نستخدم الأساليب الرسمية ولا غير رسمية؟ وهذا طبعا على طبيعة الموضوع نفسه هي اللي بتفرض علينا ليش نختار ليش الوسيلة. هل الوسيلة التقليدية جماهيرية مثلا إذاعة، من خلال الإذاعة، التلفزيون، الصحف، الإنترنت، ولا نستخدم الاتصال الجمعي، الاتصال الجماهيري، الاتصال الجمعي مثلا في مهرجانات أو مؤتمرات أو. فبذلك يقصد بالمداخل الإعلامية هنا ما إذا كانت الرسالة سوف تنتقل عبر نمط الاتصال الرسمي أم غير الرسمي، وما إذا كان الاتصال سيتم عبر استخدام الإعلام المطبوع أو المسموع أو المرئي أو الإلكتروني، وماذا إذا كان سيتم توظيف نمط الاتصال عبر المؤسسات أم الاتصال الفردي القائم على العلاقة المباشرة بين الفرد وآخر. تمام. فبالتالي احنا بنحدد ايش وسيلة الاتصال، وهذه بتحددها بناء على ايش الجمهور المستهدف وبناء على القضية. الوسائل مجالها لا محدود، يمكن الاعتماد على الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، الكتيبات، المجلات، شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وسائل كتير. احنا بنختار اللي نقدر نوصل للجمهور. احنا قلنا في المرحلة السابقة نحدد الفئات المستهدفة، ممكن نختار أكثر من وسيلة، يعني مش نقتصر على وسيلة واحدة نقول الإنترنت هي الوسيلة الوحيدة الأفضل وسيلة. لا أحد ينكر أن الوسيلة الإنترنت وسيلة أساسية، وسيلة مهمة جدا، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن التواصل معها مع فئات مختلفة من الجمهور. تمام. بحددنا الوسائل نوصل لما تقدير الميزانية، وهذه الميزانية يا جماعة هذه اللي ايش بتخلي المرشحين والقائمين على الإعلان التسويق السياسي يعملوا مليون حساب للموضوع هذا، لأنه أهم شيء الميزانية، حيث لا يمكن تنفيذ برنامج للتسويق السياسي بمعزل عن تحديد ميزانية البرنامج. انت عندك افكار وخطط ومشاريع كبيرة، لكن ميزانية الشخص المرشح او الحزب المرشح او القائم في التسويق السياسي كنيته محدودة، فبالتالي هتقبل بالرفض، لانه ما في مش يعني رافض، انه ما عندوش امكانيات للوضع هذا. فبالتالي انت بدك تكون عندك الميزانية، تقدم ميزانية وتكون مناسبة لميزانية الحزب أو الشخصية أو السياسية اللي تقوم بدور بالتسويق السياسي. فلا يمكن تنفيذ برنامج للتسويق السياسي بمعزل عن تحديد ميزانية البرنامج لتغطية كافة الأنشطة والبرامج،
وهنا يجب التمييز بين نوعين من الأنشطة. الأول يمكن إتمامه عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة التي يمتلكها الكيان السياسي، وبين وربما لا تمثل عبئا مضافا فقط في شراء المساحة الزمنية والورقية، لكن التكلفة هنا لا تزال قابلة لتغطية نفقات الإنتاج الإعلامي والإعلان. أما الاعتماد على وسائل الإعلام غير مملوكة للكيان السياسي فتتطلب ميزانية ضخمة لتغطية نفقات البث ونفقات الإنتاج معه. يعني الميزانية، من لما نضع ميزانية نفرق ما بين ننتبه لنقطتين. النقطة الأولى أو الأنشطة الأولى أن يمكن إتمامها من خلال الوسائل الخاصة بالحزب أو الكيان السياسي. إحنا عارفين أن كل حزب سياسي أو كل مرشح تابع لحزب سياسي له وسائل الإعلام الخاصة فيه، وهذه ممكن تكون توفر العبء المالي عن الكيان السياسي لأنها موجودة في الأساس وبدفع لها عشان تنشر برامجه، فبالتالي أنا ممكن ألجأ لها. فبالتالي هذه نختار الوقت المناسب، المساحة الزمنية المناسبة، الشكل المناسب، وبننشر. بكونش عندنا متحملين تكلفة زيادة لأنه احنا مش هنشتري وقت الإعلان، يعني مش هنشتري مساحة وهكذا. تمام، هذه النقطة. النوع الآخر، الوسائل الإعلام الغير مملوكة للحزب، للكيان أو للحزب أو للمرشح السياسي، فتتطلب ميزانية ضخمة. يعني بمعنى الإعلان مثلا عن للحزب أو للكيان الكيان السياسي في صحيفة مثلا ورقية أو إلكترونية بتطلب فلوس، في الفضائية بتطلب فلوس، فبالتالي هذا بحتاج ميزانية بخلاف السابق. فبالتالي لما بدي أحدد الميزانية أنا بدي أحددها بناء على الوسائل الإعلامية المتاحة عندي وبناء على الوسائل الإعلامية اللي بدي ألجأها. طبعا هذه لها، الوسائل الإعلامية الخاصة بالحزب ممكن ما تكونش لها تغطية كاملة لدى الجمهور لأنها بتخاطب فئة معينة من الجمهور المؤيدين والمناصرين للفكر هذا. فبالتالي أنا بدنش أختار وسائل برضو توصل للجمهور، يعني الإنترنت هذا ما فيش إنترنت خاص، يعني في ممكن أكون لي موقع إلكتروني على الحزب، ممكن يكون لي موقع في الفيس. تمام، لكن أنا برضو بدي أشترك، بدي أنزل إعلانات وأفكار وأخبار، وأنزل برضو برامج عن المرشح هذا في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل يعني فلوس. بدي أنزله مثلا على مواقع مثلا الجوجل ومقابل فلوس، برضو بدي أنزله في التلفزيون مقابل فلوس. ليش أنا مثلا أنشر البرنامج مثلا السياسي للحزب على فضائيتي أنا فقط موجه لفئة معينة؟ أنا بدي أستقطب آراء أخرى، بدي أستقطب رأي جمهور آخرين ممكن من خلال الإعلام في وسائل الإعلام الأخرى. يعني بمعنى نعتمد على وسائل الإعلام الخاصة بالحزب أو الكيان السياسي أو وسائل الإعلام العامة المملوكة للمجتمع بشكل عام، سواء للدولة أو للمجتمع أو للأشخاص. تمام، هذا بالنسبة للميزانية. وإحنا لازم لما نحط الميزانية كقائمين بالإعلام أو التسويق السياسي يجب أن تكون الميزانية منطقية وقابلة للتنفيذ، أو موجودة قادرة الحزب السياسي أو الكيان السياسي قادر على تنفيذ هالميزانية. بينفعش مثلا حزب سياسي برنامج لو ميزانية لحزب سياسي ناشئ لسه أقدم له ميزانية ضخمة، طبعا هتقبل بالرفض. واضح؟ يعني لازم تكون في مراعاة لإمكانيات الحزب السياسي أو الكيان السياسي أو المرشح السياسي. نوصل للمرحلة السابعة اللي هي التنفيذ الفعلي للبرامج والخطط السياسية والخطط الموضوعة، وهذه هي أخطر مراحل برنامج التسويق السياسي، حيث يتوقف عليها نجاح أو فشل التسويق السياسي برمته. وفيها يتم نقل الأفكار من على الورق إلى التنفيذ. تمام، من خلال عملية اتصال مستمرة مع فئات مختلفة من الجمهور. يعني بدك تنفذ الخطط اللي وضعتها والبرامج واللي تحدد الفئات، بدك تتواصل في المرحلة الحادية معها من خلال استخدام وسائل ومداخل إعلامية متنوعة. انت حددت الوسائل، حددت الجمهور، حددت الأهداف، حددت الرسالة، فبالتالي بدك تنفذ الحين. فبالتالي هذا أخطر مرحلة، لأن مرحلة التنفيذ مرحلة أساسية ممكن على أساسها يتم نجاح أو فشل التسويق السياسي إذا لم يتم الالتزام بالخطط وتحديد أو الالتزام بالخطط بالمراحل السابقة للتسويق السياسي، وذلك من خلال استخدام وسائل زي ما حكينا، وسائل الاتصال المتنوعة اللي تناسب الجمهور.
حيث في هذه المرحلة من البرنامج تبنى الصور الذهنية، تبنى الصور الانطباعات الذهنية عن، وتتكون الاتجاهات عن المرشح السياسي أو الفكرة السياسية أو البرنامج السياسي، ويتم تحفيز السلوك والمساعدة على اتخاذ القرار وتشجيع الجمهور على المشاركة وربما الامتناع عنه إذا كان ذلك هو الهدف. يعني بمعنى توصل لمرحلة الهدف، يعني الهدف من التسويق السياسي تماما أن توصل لمرحلة تغيير الاتجاهات ومن ثم تغيير السلوك. أنا بدي أغير الاتجاه عن الاتجاه، يصير مؤيد جمهور، يصير مناصر للمجتمع، يصير مناصر لأفكاري، أو على الأقل يشجع على المشاركة مثلا في الانتخابات، أو مثلا إنه يمتنع عن الانتخابات على حسب هدف السياسي، أهداف الكيان السياسي. يعني بمعنى في هذه المرحلة من البرنامج تبنى الصور الذهنية والانطباعات، تتكون الاتجاهات، ويتم تحفيز السلوك والمساعدة في على اتخاذ القرار. يعني أنا بدي أغير اتجاهاته إنه يكون مع أو ضد على حسب أهداف التسويق السياسي، وشجعه مثلا، أشجع الجمهور على المشاركة وربما الامتناع عن إذا كان ذلك هو الهدف. يعني برضو مرات بكون هدف التسويق السياسي هو مقاطعة الانتخابات، زي ما حصل برضو في بعض المجتمعات، أو مشارك في الانتخابات. طبعا أنا برجع لأهداف الكيان السياسي أو الحزب السياسي. المتابعة والتقييم، وهذه آخر مرحلة وأهم مرحلة. كيف أهم مرحلة؟ إنه يا جماعة بدون التقييم والمتابعة اللي هو معرفة مواطن الخلل ومعالجتها ومعرفة مواطن القوة وتعزيزها، ما بنقدر نخرج بنقاط نقدر أو خطة أو مثلا نقدر توضح لنا العمل فيما بعد. يعني لازم احنا اول شيء نتابع العمل من البدء حتى النهاية، حتى ما بعد انتهاء العمل، خاصة في التسويق. التسويق لا ينتهي بمجرد انتهاء، قلنا نحافظ على العلاقة هذه. فبالتالي مطالبين من المتابعة، دائما نتابع العمل سواء في البداية او في وسط العملية للتسويق السياسي او بعد انتهاء التسويق السياسي، لان التسويق السياسي بينتهيش عند بس فقط نجاح المرشح او الكيان السياسي، لا، بيستمر بعد ذلك، لأنك بتحافظ على طبيعة على علاقتك مع المجتمع ومع الناخبين. تجي مرحلة التقييم، إنك برضو تقيم أنت وين في مواطن ما حققت فيها المطلوب، وين المواطن الضعف اللي ممكن تعالجها، مواطن قوة وتعززها وتدعمها. تمام؟ فبالتالي هذا هدف أساسي ونقطة مرحلة أساسية إنك دايما تتابع. وهذا طبعا في صعيد العمل ككل، إنه لازم أنت تتابع وتقيم، يعني اللي أنت حققت الأهداف المطلوبة. احنا حددنا في السابق انه الاهداف وممكن قياسها. طب احنا طلبنا مثلا، حددنا هدف انه نوصل ل 50% من اعضاء المجلس النواب او مجلس التشريع او هل استطعنا تحقيق ذلك؟ طيب تمام، طب كيف ممكن نعزز النقاط هذه؟ واذا لم نحقق هذا الهدف ايش الاسباب؟ ومن اهم الاساليب التي يمكن الاعتماد عليها في المتابعة والتقييم مالي، برضو كيف بدنا نعرف انه معدل ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام لصالح الأهداف التسويقية، هل وسائل الإعلام بتنشر إحنا الأهداف اللي بتسعى لها ولا لا؟ معدل قراءة واستماع ومشاهدة الجمهور، هل الجمهور بيستمع للرسالة وبيشاهد الرسالة الإعلامية أو الرسالة التسويقية اللي بنبعتها إحنا، رسالة المرشح، برامج المرشح، هل بيواصل للجمهور وبيقراها الجمهور؟ حجم المعارف الإيجابية المكتسبة لصالح الأهداف السياسية، هل في اتغيرت حجم المعرفة الإيجابية لدى الجمهور؟ عرف عن برنامجنا شيء؟ حجم التغير في الاتجاه المرغوب من خلال استطلاعات الرأي. طيب من خلال إجراء استطلاعات الرأي يا جماعة، بقدر بتصير هذه استطلاعات للرأي قبل فترة الانتخاب أو الترشح، أو بيصير في عملية إنه استطلاعات للرأي العام، فوز الحزب هذا على فوز الحزب هذا، نسبة توقع الحزب هذا، فوز الحزب هذا أفضل من الحزب الآخر. تمام، هذه استطلاعات للرأي. حجم السلوك النهائي، التغير في السلوك النهائي للناخبين. احنا قلنا هدفنا الأساسي تغيير السلوك أو تغيير الاتجاه في المرحلة الأساسية، ومن ثم تغيير السلوك، صار في تغيير في السلوك في لدى الجمهور الناخبين ولا. المعيار الآخر ممكن الصورة الذهنية المنطبعة في ذهن الجمهور،
والله الجمهور، هل تحسنت الصورة الذهنية عنده؟ الانطباعات تغيرت عنده ولا زي ما هي ولا كانت للأسوأ؟ تمام، كل هذه من الأساليب اللي يمكن يعتمد عليها في المتابعة والتقييم. هذه مراحل يعني أساسية من مراحل التسويق السياسي. عشان نقود أو تعمل أي حملة تسويق سياسي من خلال أنت كرجل إعلام وتسوق لأي مرشح سياسي أو لأي كيان سياسي، بدك تمر بالمراحل الأساسية هذه. بمعنى تمر بالمرحلة الأولى اللي هي تقييم الموقف العام. تعرف إيش الموقف العام بشكل عام؟ بقدرش أنت تقيم، تضع خطة أو برنامج أو تسوق لحزب سياسي أو لكيان سياسي بدون معرفة الظروف أو البيئة المحيطة بالكيان السياسي هذا. ثم بعد ذلك تحدد الأهداف، إيش الأهداف اللي بده إياها الحزب السياسي أو الكيان السياسي يعني. هل الأهداف منطقية قابلة للقياس؟ هل الأهداف هذه لها علاقة بالواقع؟ لها علاقة باحتياجات ورغبات الجمهور ولا؟ بدك تشوف برضه احتياجات، تحدد الجمهور، مين الجمهور المستهدف عندك عشان تقدر توصل له. الجمهور هذا جمهور عريض غير متجانس، فممكن تقسمه لفئات معينة. بعد ذلك على حسب الجمهور بدك تختار الرسالة المناسبة لخاطب الناس على قدر عقولهم. عشان هيك في المجتمعات النامية بتصير في الحملات السياسية والحملات الانتخابية ممكن يوزعوا أشياء تموينية على الناخبين. طبعا في المجتمعات الأخرى بترفض وبتقاتل من أجل الموضوع، ترفض الموضوع هذا عشان حسب الموضوع، حسب خصائص الجمهور. أنت خطبت الجمهور، تمام، بعد ما تخاطب الجمهور تخاطب باللغة اللي يفهمها، بالرسالة اللي يفهمها، بالوسيلة اللي توصل له. يعني بمعنى كيف أنا بدي أوصل رسالة، بدي أوصل رسالتي للجمهور من خلال وسيلة مثلا التلفزيون أو الإذاعة والإنترنت أو مثلا اللقاءات الجماهيرية اللي بتصير، زي ما بيصير مثلا عندنا ممكن اتصالات جماهيرية، لقاءات جمعية، زي مثلا كانوا يتجمعوا مثلا المرشحين بنظام العائلات بالدواوين، في الدواوين بالمخاتير وهكذا، أو ممكن من خلال الإذاعة والتلفزيون أو الصحف، أو ممكن مطويات وهكذا. بعد ذلك الوسائل الأساسية، بعد ذلك قلنا التنفيذ الفعلي أو تقدير الميزانية. الميزانية تكون لها علاقة برضو بميزانية أو إمكانيات الكيان السياسي، والميزانية هذه بدك تحدد إنه الوسيلة هذه بدك تستخدمها، هل وسيلة خاصة بالكيان السياسي ولا وسائل خاصة بالإمكانيات خاصة بالوسائل الاتصال العامة. فهذه كلها برضو كذلك بالنسبة للتنفيذ الفعلي، توصل لمرحلة التنفيذ الفعلي، وهذه برضو مرحلة مهمة جدا. المرحلة الأخيرة اللي تكلمنا فيها برضو مرحلة المتابعة والتقييم، تتابع الحدث التسويق السياسي من بدء حتى نهايته، لأن العملية هذه عملية مستمرة، بتنتهيش فقط بمجرد انه انت نجحت مثلا فقط في الانتخابات، لانه احنا قلنا في التعريف التسويق السياسي انك تحافظ على العلاقة هذه واستمرارية العلاقة عشان تفرق ما بينها وبين الاعلان السياسي، وتقوم مواطن تقيم العملية وتقومها، تقيم بمعنى انك تعرف مواطن الضعف والخلل الموجودة وتعالجها واسباب الفشل وتعالجها، ومواطن القوة وتعززها وتدعمها عشان ان شاء الله في المرات القادمة يكون فرص الفوز وفرص النجاح أقوى وأكبر من المرات الماضية. بهيك بنكون إن شاء الله تكلمنا عن مراحل التسويق السياسي. نأمل من الله أن نكون وفقنا ووصلنا فكرة بسيطة لو مبسطة عن كيفية استخدام الإعلام في التسويق السياسي، كيفية الاعتماد أنه نبدأ مرحلة مرحلة وكل مرحلة بتقودنا للمرحلة الأخرى، شيء أساسي بنستفيد منه احنا كرجال اعلام ان شاء الله، في خصوصا انه زي ما حكينا انه علاقتنا قوية بالسياسيين والسياسيين علاقتهم قوية بالاعلاميين، وبالتالي مطالبين انه احنا دايما تكون على المام وعلى قدرة انك انت تكون قادر على توظيف وسائل الاعلام لخدمة المجتمع. المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم تكتيكات برامج التسويق السياسي، ما هي تكتيكات برامج التسويق السياسي. إذا في أي استفسار، أي سؤال، أي نقطة مش واضحة ممكن ندونها ونناقشها عبر محاضرة الزوم إن شاء الله المتفقين عليها في موعدها. نأمل من الله أن نكون وفقنا في عرض هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.